سلام البنات، لاباس؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم اليوم هاد النهار في فيديو جديد. المهم هاد النهار جينا انا وماما، ان شاء الله كما كتشوفوا الشوسيه فيها غير الصبابط وداكشي. المهم راكم عارفين مع كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل الصولد وداكشي. المهم اليوم مش الحال، شميشة اليوم ماما ياك سخون الحال. نديروا الماسك بعدا، ديري الماسك ماما. انتما مرحبا بكم، كاتبينها بالعربيه بكاع لي لونغ. والله الحال بارد هذا هنا. المهم هنا البنات شوفوا مو 50% هاد الدير اليوم. واش كون دايرين مو 20%؟ طول بنسى الكحل كيحمق في هاد هنا باش كتهزو على شكل طفيره. غزال هذا حتى في الجناب جيات هكايا. هذا هادو ماشي سولدين، هادو شوفو ماشي سولدين، هادو كيديرو 24 شو، ولكن الثمن ديالو مناسب يعني ما غاليش بزاف. هذا ستيل ديالو زوين صراحه. وصافي وهنا خلاص هاد الصنادل هنايا ديال النيت ديال الصيف وداكشي. وهادو كلهم اللي هنايا دايرين لهم 50 شوف ها تهادو تهاد دايرين لهم 50%. زوين هذا شكلها كي تجينا كي 15 كابا اديداس وكلشي وداكشي. هاد لي بيما وداكشي المهم دايرين لهم لو بري ديالهم هنايا بالصفر. شوف 25 وهادي كانت كدير 44. شو دايرين هنايا بوحديتهم؟ دايرين لهم لو بري ديال بيما عاوتاني 25. فهمتوني بصح بول الوليدات زوينين. انا عجبتني الاخرى، غادي نشوفها. هادي عجبتني، هادي زوينة الصراحة. هادي زوينة، خصوصا غادي ناخد وحدة لولدي. فين هاديك لي شادي؟ هادي الصراحة عجبتني، شو هادي زوينة. وصحاحين هادو كيديرو 25 أو ليو 34. جبونس غنرجع لأبري. دابا راه كاينين كاع لي طاي وداكشي. ناخد وحدة إن شاء الله لولدي. وصافي خلاص هنايا البنات هاد السنيدات كلهم هنايا كيما كتشوفو دايرين لهم هادو 70%. صحرا زوينين هادو، تيكونو صحاحين هادو، راه كيصبرو بزاف. شوف حتى هادو 70% كلهم تخلص ديال الوليدات وداكشي البنيات. هادو 50 خلاص حتى هادو البنات هادو كلهم عاوتاني في التحت ديري لهم 70%. وهادو 50 صحة رخاصين. وهادو راه مازالو قلمين يعني في دوزيام يعني السيمانة لا سيمين بخوشان ان شاء الله، حيتاش صوت غادي بدا البارح. مازالو قلا السيمانة الجاية ان شاء الله غادي يربطوهم الموان 70% هاكي كاع هاد اللي دايرين لهم يعني موان 50 يربطوهم بموان 70. زوينين هاد الموطار زوين. المهم هادو كلهم موان 50%. وهنا البنات كيف كتشوفوا جينا لال، حتى هي صراحه فيها ميتر. المهم كاين يعني حتى لموان 70% من موان 30 حتى لموان 70. فيها دي فيها الحوايج، فيها يعني لي شوسيغ وكل شيء. شوف وهادو سبرديلات هادو البنات زوين موان 50% 15. هادو تيني اديداس، شوف هادو زوينين خفافين. ديجا كنت دزت عندي وحده هادو داري لهم 50% كحسب الكحل.
الباست شي اخرى فيها الحوايج. وهذا عاد ندير لهم موان 50% هاد غادي ديال الحطره عاد 30% صح كاين يدار كاين يدار. هادي عاد مرخصين فيها بزاف هادي موان 70% وهادي جاي السيل ديالها كاي. وخلاص هنا البنات كيفما كتشوفو هنايا البلاصة ديال المهم الجهة ديال الوليدات وداكشي. اه نو 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 داك لو تخوازيام شورت تي شورت كتدي ب 1 أورو. لي حويجات ديال الوليدات وداكشي لي شورت زوينين هادو دايرين لهم موان 30% شحال الثمن ديالهم نشوف. لا 15 أورو دايرين لهم موان 30. هاد لي جينز زوينين الصراحة دو خاص هادو 99 دايرين لهم موان 20%. وهادو موان 50% هادو زوينين الشهر. صح كاين مي تركيه بور الوليدات داكشي من خلاص كاينين سويفتات ديال الوليدات 50% 50% واش حاجه باش شحال هاد لو فري هاو 30 أورو وهنا البنات خاصني جيت للطابالي فرنسي شنو فيها. المهم الطابالي فيها غير داكشي ديال الوليدات داكشي بالنسبة لي عندو لي زونفون داكشي. المهم غادي نشوف غادي نتايا شنو فيها. وهنا البنات كاينين الحوايج من البلاصة الجهة ديال البنات وداكشي. هي الصراحه فيها ما يدار حويجه طابري حويجه صراحه زوين ديجا يعني كناخذ بوغ ولادي كناخذ لا كاليب داكشي صراحه زوينين لي زوينه. ما كنت كدير هادي مزوين هادي الامايا عجبتني هادي هادي زوينه هاد الكسيوه حتى هادو زوينين هادي زوينة هما هاد البلو هادا ديري لما 20% هادو كيجيو عاطيني طوالين هادو راه مزال فينا غادي يزيدو ينقصو منهم 20% موان 30 حتى يوليو أبخي دغيا كيمشيو مخديتيهمش السيمانة الأولى دغيا كيطيرو بيهم. هذا سنين دلات موان 50% هما زوينين السلام بنات. المهم ان شاء الله اليوم غادي نكمل معكم الفيديو صراحه ما قدرتش نكمل البارح اليوم النهار الثاني وغادي نوريكم داكشي اللي خديت ان شاء الله. وهنا اول حاجه غادي نبدا لكم بالطابالي وهنا اول حاجه غادي نبدا لكم بولدي. المهم هذا السروال صراحه كنت لقيته في الطابالي زوين والتوب ديالو غزال تشوفوا هكايا من بعيد صراحه البنات زوين بزاف وحتى لا كولور ديالو صراحه عجبني. المهم هذا كان كيدير ب 17.99 المهم خديته موان 50% راه على ما اظن كان داير له في الاول موان 30 رجعوا موان 50 صراحه مهم نص الثمن يعني كيطيح. المهم طاح رخيص ب 8 أورو هكايا صراحه زوين بزاف. خديت هاد الصوفيط ما حتى هي كما كتشوفوا هادي كانت كدير 5.99 المهم راها موان 20% نطحت ب 4 أورو هكايا وشي حاجه. طب هنا بالنسبه البنتين فطاب هادشي غير فطابالي البنات ونكمل معكم عاد ندوز ليكم. المهم هذا كان كيدير 4.99 هذا موان 40% هذا خلاص طاح رخيص
حتى لو كولور دابا هاد لا كولور موطه الصراحه هي اللي ولات حتى هذا الصراحه زوين و حتى هو طاح الصراحه مونشي. هاد الصوفيط ما حتى هي شتو المهم حتى هادي صراحه طاحت رخيصه هادي مون 50% او ليو 8 اورو المهم طاحت هادي ب 3.99 هنايا عطيني هاد الصوفيط ما هادي البنات كانت كدير ب 5.99 موان 30% تا هي الصراحة المهم هادي طاحت ب 4 اورو شو صراحة البنات زوينين خوشمون طابالي المهم دايرين في داكشي صراحة زوين وهاد السروال صراحة تا هو اللي عجبني بزاف المهم هاد من هنايا كيجي هاكي وهدا كيتلبس من الفوق الصوفيط ما باش كيجي هنايا الا بغيتو تسدوه من هنايا كديرو له انه المهم صراحة كيجي زوين حتى لا كولور ديالو صراحة عجبتني شو ممكن نبعد لكم باش تشوفوا هو كي المهم هذا كان كيدير بصراحة هذا ما خديتوش يعني رخيص بزاف هذا كان كيدير 17.99 غير موان 20% يعني ماشي شي حاجه هذا طاح ب 15 اورو السروال يعني ب 15 اورو مي صراحة عجبني خديته لها حتى في اللبسه البنات كيجي زوين من لهنايا شوفوا في جاي هكايا بالصطيفات وداكشي مهم ثاني حاجه مهم في العال نوريكم شنو خديت من العال بعد هذا السروال هذا السروال حتى هو الودي حتى هذا صراحه زوين شو مهم هذا كان كيدير ب 19.99 خديته مون 50% مهم طاح ب 9.99 شو صراحة هذا عجبني بزاف خديتو له هذا من لاهار خديتو مع السبرديله وبنات السبرديله حتى هي خديتها من لاهار كيف ما كتشوفوا السبرديله صراحه عجبتني زوينه المهم كانت كدير 29.99 هي مون 50% باش خديتها المهم طاحت ب 15 اورو السبرديله شو صراحه السبرديله زوينه عجبتني صافي هادشي اللي خديت من لهاد خديت غير السروال و السبرديله واخر حاجه غادي نوريكم اللي خديت من صراحه ما صورتش في فير بودي ما صورتش لان الطفل كان غير طفالي المهم غنوريكم شنو خديت حتى هما صراحه دايرين سولد زوين المهم من فير بودي كيف ما كتشوفوا هنا خديت هاد الشورت لقيتو صراحه زوين حتى لا كولور ديالو صراحه غزاله شو المهم هنايا هذا كان كيدير و كتشوفوا هنا تلاحظوا كاينين دو بري بالنسبه اللي عنده لا كارت ديال فير بودي جو بونس العام الاول سي غراتوي ديروا العام الاول في لا كارت سي غراتوي مي جو بونس العام الثاني كتبداو تخلصوا ما غاليش بزاف كتك 30 اورو في العام ولا مو صراحه ما عارفاش بشحال كيديروا بالضبط ولكن غتكون المهم 30 اورو باغ لا في العام هذا اللي عنده لا كارت 13.49 وغادي يطيح موان 40% اما اللي ما عندوش لا كارت 15.99 وكيطيح موان 40% انا كوم زعما صراحه ما عنديش لا كارت ما كانتش عندي وهذا قالت لي العام الاول غادي زعما موان شير غراتوي اي 13.49 خلصت موان 40% كيف ما كتشوفوا المهم هذا طاح بديك 7 اورو الشورت صراحه حتى هو زوين وخديت هنايا كما كتشوفوا هنا الثمنه كما قلت لكم البنات المهم 10.99 هذا راه خديتهم فيهم بزاف صراحه 1 2 3 4 5 فيهم 5 ديال التقيسات صراحه زوينين هما زوينين صراحه عجبوني المهم مون 50 هادو طاحوا ب 4.99 وثاني دائما في فير بودي خديت لها هاد الصوفيط ما لبنتي وصراحه زوينين هذا عاوتاني كيف ما قلت لكم اللي عنده لا كارت كيدي يعني 4.99 مابقاتش تيكي هذا وقيله طاح ب موان 20% البنات المهم قلت ديتو غير ب ديتو بديك 2 اورو جو بونس صافي صراحه زوينه البنات شوفوا كي دايره
وخلص فيها هاد اللون هكايا من تحت هكايا، صراحه زوينه بزاف. المهم كما كتشوفوا الثمن ديالو هو هذا و موان 20%. وخلاص عطاني هاد السوفيت ما هاد السوفيت ما عاوتاني بالنسبه اللي عنده لاكارت 8.49 مثلا 9.99 هادي موان 50%. شوف هادي موان 50%، يعني غادي اللي عنده لاكارت غادي تطيح يعني موان شير، يعني 4 أورو شي حاجه هكايا. شوف صراحة هادي زوين. خلاص اخر حاجه هي الجوبا، خديت ليها هاد الجوبا باش تشوفوا من البيت، صراحة زوينه حتى لا كولور ديالها صراحة غزاله. المهم هادي كانت كدير 16.99 بالنسبه اللي عنده لاكارت، وهنا موان 50% من نص الثمن. صراحه البنات زوينين، يعني بالنسبه اللي بغا يهدي الفير بودي الحوايج ديالهم زوينين، وحتى يعني لاكاليتي ديالهم زوينه. ففوالا البنات هادشي اللي كاين، هادشي اللي خديت. فكنتمنى على الفيديو ديال هاد النهار تعجبكم، وفوالا البنات تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.